أصفرت قرعة دور ال 32 لبطولة كأس مصر نسخة 2022-2023 واللي أقيمت امبارح عن مواجهة الزمالك لفريق بروكسي في هذا الدور. من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 مايو على استاد القاهرة في 6 مساء. طبعا الزمالك في طريقه لبطولة الكاس في على الأغلب فاركو في دور ال 16، ولو كمل طبعا لربع النهائي فهيكون في طريقنا المقاولين العرب أو سيراميكا كليوباترا، بعد كده في طريقنا هيكون في كمان بيراميدز في حال تأهل الفريقين للسيمي فاينل في السيناريو طبعا مكرر لنسخة العام الماضي.